ودلوقتي هنستقبل اتصال من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. عايزين حضرتك تطمنينا بقى على درجات الحرارة، لأن الجو زي ما احنا شايفين صعب جدا، فعايزين نعرف موجة الحر دي هتنتهي امتى. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنتاثر بموجه شديده في الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. يمكن هي بدات معانا من نهايات الاسبوع الماضي ومستمره على مدار هذا الاسبوع كله. بنسجل قيم درجات حراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 6 ل 8 درجات، ذروتها كانت يوم الاثنين الماضي وصلت العظمى على القاهره الكبرى ل 41 درجه مئويه، لكن دي قيمه درجه الحراره اللي اتقاست في الظل. اليوم قيمة درجة الحرارة المتوقعة عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، فبالتالي في استمرار للموجة الشديدة الحرارة اللي بتأثر علينا، لأن احنا لسه بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية. طب دكتور منار، بس نطمن الأول، الموجة الحارة دي يعني هنخلص منها إمتى؟ يعني هتستمر معانا لحد إمتى؟ ان هي يوم الجمعه هتنكسر باذن الله. بس هو الجمعه هتنحسن الحمد لله. هايله. اوكي، يعني يوم الجمعه هيبتدي الجو يتحسن والموجه الحاره دي هتبتدي تقل وتخف معانا. باذن الله هتنكسر حدتها تماما، هتنخفض قيم درجات الحراره بحوالي 4 ل 5 درجات. احنا متوقع يوم الجمعه والسبت الجايين عظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 الى 34 درجه مئويه، فطبعا ديت انخفاضات عن الاسبوع ده كله. كمان هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده يساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. قيمه درجه الحراره الصغرى هتنخفض خلال فترات الليل، ففتره الليل كمان هتبقى الاجواء لطيفه تماما ومعتدله لفتره الليل. لكن احنا بنقول ان احنا هنتحول الاجواء الحاره فتره النهار، مش معنى ان قيم درجات الحراره هتنخفض معناها ان احنا هنرجع تاني لاقل من 30 او الاجواء الربيعيه، لا احنا خلاص بنقترب من فصل الصيف، النص الثاني من الربيع عاده ما قيم درجات الحراره فيه بتبقى مرتفعه. لكن طبعا انتصار لحده الموجه وانخفاض عن الايام دي، خاصه ان الموجه دي استثنائيه بشكل كبير بسبب طولها. احنا دايما متعودين على الموجات القصيره، يومين ارتفاع وبترجع تاني للمعدلات، لكن الموجه دي اسبوع كامل اعلى من المعدل، فده خلانا نحس بقيم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير جدا. انا بشكرك دكتوره منار غارب، شكرا جزيلا. خلاص يا دينا، من يوم الجمعه خلينا نبص للجانب الايجابي. من يوم الجمعه ان شاء الله الجو هيبتدي يكون الطف واحسن.